وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 81 و100 للهجرة الموافقة لسنة 97 و700 ميلادية. خريطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخليفة المسلمين المهدي بن المنصور العباسي ومقره بغداد، وكانت الخلافة العباسية تسيطر على كامل الدولة الإسلامية ما عدا بعض الإمارات المستقلة، إما استقلالا تاما أو بتبعية للدولة العباسية. في الأندلس استطاع الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام المعروف بصقر قريش أن يستقل ويؤسس حكم بني أمية فيها، فيما تولى عبد الرحمن بن رستم الرستمي على دولة بني رستم في المغرب العربي، وصالح بن منصور الحميري على إمارة نكور في المغرب العربي، كما استقل أبو القاسم سمعون بن واسول أميرا على آل مدرار في سجل ماسا. إمبراطورية الروم البيزنطية. تسلم القائد العسكري هرقل مقاليد الحكم سنة 12 قبل الهجرة بعد قضائه على سلف الإمبراطور فوكاس، وكانت الإمبراطورية البيزنطية تمر بأسوأ مراحلها، وكان من أهم تلك التحديات هو قيام الفرس بزعامة كسرى الثاني باجتياح مناطق سيطرة البيزنطيين. كان انشغال الإمبراطوريتين الكبيرتين الفرس والروم بحروبهما الطاحنة سبباً في عدم الانتباه لحدث شديد الأهمية كان يحدث في جزيرة العرب، وهو ظهور الدين الإسلامي. فقبل أن يخلد هرقل إلى الراحة وأثناء توجهه إلى بيت المقدس للاحتفال باستعادة الصليب المقدس، وصلته وهو في حمص رسالة من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام. رد هرقل ردا حسنا، ففي سنة 8 للهجرة قام شرحبيل أمير مؤتة بقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة الصحابي زيد بن حارثة إلى مؤتة، وكانت تلك المعركة أول اصطدام بين المسلمين وحلفاء الروم. بعدها بسنة سار الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس جيش إلى تبوك، ثم أرسل القائد خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فاستولى عليها. وفي سنة 11 للهجرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا لقتال الروم، لكنه توفي قبل تسيير الجيش، فسيره الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق. نظر البيزنطيون إلى الأمر على أنه غارات عابرة من القبائل العربية، إلى أن أرسل الخليفة أبو بكر الصديق 4 جيوش لفتوح الشام. عندها أرسل هرقل أخاه على رأس جيش كبير لقتال المسلمين، وجرت معركة كبيرة في أجندين سنة 13 للهجرة انتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا، وبعدها انتصروا انتصارا ساحقا في معركة اليرموك، وانسحب البيزنطيون من بلاد الشام. فقام المسلمون بالتوجه إلى مصر وفتحوا حصن بابليون، وفي تلك الأثناء توفي هرقل سنة 20 للهجرة، فحاصر المسلمون الإسكندرية وعقدوا مع حاميتها اتفاقية تضمن الانسحاب منها بعد 11 شهرا. وفي مثل هذا اليوم من سنة 13 و400 للهجرة الموافقة للعام 22 و1000 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة، وذكر حجاج تونس خبر مقتل الوزير محمد بن الحسن. في هذه السنة أمر المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقيا بقتل وزيره وصاحب جيشه أبي عبد الله محمد بن الحسن، وكان الوزير أبو عبد الله قد استمر لمدة 7 سنين في جباية أموال الدولة وحفظها في خزائنه دون أن يحمل منها شيئا إلى المعز، وكان من أسباب تسلطه كثرة عدد جنوده ووجود أخيه على طرابلس الغرب، فنفذ صبر المعز منه وأمر بقتله، فقام أخوه بطرابلس وقتل كل من كان فيها من قبيلة صنهاجة، فلما سمع المعز بذلك قتل أولاد عبد الله وعددا من أهله.
وذكر حجاج الأندلس خبر عودة الأمير القاسم الحمودي لحكم قرطبة. كان البربر في قرطبة قد ثاروا على القاسم الحمودي وأخرجوه منها ونصبوا عليها ابن أخيه يحيى بن علي، لكن سرعان ما ظهر التورم من حكمه، وفي هذه السنة عادوا وثاروا عليه وخلعوه وكتبوا عمه القاسم بن حمود ليعود من جديد لحكم البلاد، فعاد من إشبيلية وجددوا له البيعة فخطب لنفسه بالخلافة وتلقب بأمير المؤمنين. وذكر حجاج العراق خبر اصطلاح بني بوي. كانت خلافات البيت البويهي المتسلط على الخلافة العباسية قد احتدمت، وجرت معارك دامية بين السلطانين الأخوين مشرف الدولة وسلطان الدولة، مما أدى لدمار وخراب كبيرين ومقتل العديد من مناصري كل منهما. وفي هذه السنة جرت المكاتبات بينهما وتم الصلح على أن يكون حكم العراق بالكامل لمشرف الدولة وحكم فارس والأهواز لسلطان الدولة، وتمت كتابة العهد بذلك. وذكر حجاج الأندلس خبر قيام دولة بني الأفطس في بطليوس. كانت بطليوس تحت حكم والي الأمويين الفتى سابور الفارسي، وكان يعاونه في الحكم الوزير عبد الله من بني الأفطس. وفي هذه السنة توفي الفتى سابور الفارسي وترك ولدين حدثين، وأوصى أن يستمر وزيره في الحكم حتى يبلغاه، فاستولى الوزير عبد الله بن الأفطس على الحكم، وبتوليه ابتدأت دولة بني الأفطس في بطليوس. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 21400 للهجرة الموافقة لسنة 2000 ميلادية وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد. ولد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية سنة 1930 ميلادية. التحق بالكلية الجوية ليتخرج منها برتبة ملازم طيار. مع قيام الوحدة بين سوريا ومصر انتقل إلى القاهرة. بعد انتهاء الوحدة وعودته إلى سوريا أبعد عن الجيش بسبب موقفه الرافض للانفصال، وعيد إلى الخدمة العسكرية ورقي إلى رتبة لواء، وعين قائدا للقوى الجوية والدفاع الجوي، ثم تولى منصب وزير الدفاع. في سنة 1970 قاد ما سمي بالحركة التصحيحية. في سنة 1971 أصبح رسميا رئيسا للجمهورية العربية السورية. استمر رئيسا على سوريا حتى وفاته في هذه السنة.